محلات تجارة وبيع الزهور بالمنصورة في شارع الجمهورية، نوثق لتنسيق الزهور. طبعا انت اصلا زراعي سيادتك، يعني بسم الله ما شاء الله زراعي. الورد ده ورد نوع ايه يا فندم؟ ورد بلدي. جميل جميل، بس ايه ده عامل زي القطيفة. ورد مخمل. تمام، يعني بلدي نوع معين. نعم. من ادى انواع الزهور. تمام. وايه اللي بيحيط بالورد البلدي ده؟ ده نوع من الزهور اسمه العشب الاخضر، ده السولوداجو. السولوداجو، عشب اخضر. لا بس التنسيق رائع، يعني انت راجل فنان فعلا. بسم الله ما شاء الله. ربنا يعزك. ده اللي هو الورد بقى الخام بقى لسه. ده الخام قبل ما تعمله. قبل ما يشتغل لسه. بسم الله ما شاء الله. طيب يعني ده علميا نسميه ايه يا فندم؟ دي صحبه. صحبه. غير الصحبه غير البوكيه؟ لا هي هي. صحبه الورد هي بوكيه الورد. هي بوكيه الورد، بس بوكيه الورد بيطلق عليها بوكيه ورد في الدول الاوروبيه، لكن هنا في مصر. جميل جميل. صحبه لغه عربيه. نعم. صحبه الورد. نعم. اما بوكيه يعني عفوا نقول بالافرنج. لا جميل، يبقى ده صحبه الورد وفن تنسيق الزهور. على فكره الطلبه بياخدوه، كان عندنا في التعليم الزراعي والتعليم العام بياخدوا تنسيق الزهور. شكرا يا فندم. انت قلت هو ورد مخملي. مخمل. مخمل ويحيط به نبات السولوداجو. السولوداجو. جميل جميل جميل، ربنا يعزك. يبقى صحبه ورد، ونفكرنا ببرامج زمان صحبه وانا معه. شكرا 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 شكرا, شكرا.